بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعلى بركته نستعين. مشاهدين الكرام نحييكم ونرحب بكم في منافسات صباح هذا اليوم على أرضية ميدان الشحانية ضمن مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه، حيث ينطلق هذا المهرجان في أول أيامه في صباح هذا اليوم في منافسة وتحدي كبير مع هذه الشعارات الحاضرة والمنطلقة هنا في هذا الكرنفال السنوي. نسير مع تحديات هذا الشوط سادس الأشواط الصباحية الذي يحمل منافسات القعدات. هو السن الحقايق. جائزة هذا الشوط عبارة عن سيارة جي ام سي سيارة بيكاب بانتظار احدى الاسماء المنطلقة في هذا الشوط مع هذه التحديات الصباحية. اسير مباشرة الى المقدمة والصدارة لأتابع الفايز على مقدمة هذا الشوط بشعار علي بن عبد الله بن براك بن فهيد. من يقدم الفايز على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الاول، بينما النقلة إلى ثاني المراكز لنجد في هذه اللحظات شايب القادم بشعار سالم بن محمد بالضبيعة الكتبي يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات إلى مقدمة الشوط. أتابع المركز الثالث، يأتي الوصول من ثاير القادم بشعار فهد بن محمد بن سالم آل زبدان المري. من يقدم لنا ثاير يغير في هذه اللحظات إلى المركز الثاني. ننتقل مباشرة إلى رابع المراكز لأتابع التقدم في هذه اللحظات والوصول من قبل الواضح الذي يصل في هذه اللحظة بشعار علي بن عبد الله الفيدة المري. من يقدم الواضح على المركز الرابع، المركز الخامس القادم في هذه اللحظات والواصل مشاهدين الكرام هذا هو غزيلان، يصل في هذه اللحظة بشعار فهيد بن محمد الرزق العجمي القادم مع المركز الخامس. هذه النتيجة وهذا أول ندى على مسار سادس الأشواط. سيارة بانتظار هذه الانطلاقة وهذه الأسماء الحاضرة بالإضافة إلى مادة الزعفران التراثية في هذه الأجواء الرياضية على أرضية ميدان الشحانية. العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى المركز الأول والصدارة مع تقدم شايب على مقدمة الشوط على المركز الأول بشعار بالضبيعة القادم هنا في هذا التحدي الصباحي الكبير. أحد أبناء الإمارات يحضر هنا في هذا الانطلاق، سالم بن محمد بن مطر بالضبيعة الكتبي. من يقدم لنا شايب على مقدمة الشوط على المركز الأول، بينما في المركز الثاني التواجد مشاهدين الكرام من ثاير لفهد بن محمد بن سالم زبدان المري. والمركز الثالث شوف الهجوم والقدوم في هذه اللحظات، يصل في هذه الأثناء مشكور حمد بن مبارك بضعيف النابت المري يقدم شعاره، ولكن هنا شعار العجمي بدأ يقدم غزيلان لفهيد بن محمد بن فهيد الرزق العجمي القادم. المركز الرابع اللي يحمل الرقم 49 وصل في هذه اللحظات لهب مشاهدين الكرام بشعار حمد بن نوار بن دخيل الله الاعتبي قادم في هذه اللحظات على المركز الرابع. المركز الخامس يأتي القدوم والوصول في هذه اللحظات من قبل مشاكل لأحمد بن سعيد بن منانة، يصل في هذه اللحظات شعار بن منانة يقدم لنا مشاكل على المركز الخامس. وصلت الأسماء، بدأت السرعة، بدأت الإثارة في هذه اللحظات مع أجواء الكيلومتر الأخير. الله 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 الله، العودة إلى مقدمة الشوط إلى الانطلاق والتحدي من خلال تقدم مشكور على مقدمة الشوط حمد بن مبارك مضعيف النابت المري يقدم إبداعاته، يقدم شعاره، يقدم مشكور مع المركز الأول مع الصدارة في هذا العرض المميز على مقدمة الشوط. شعار بن منانة على المركز الثاني من خلال تقدم مشاكل، ولكن المقدمة الصدارة. يا سلام يا سلام
سلام يا سلام يا سلام على هذا الأداء الكبير وعلى هذا الشكل الجميل وعلى هذا الانطلاق المميز. سلام يا مشكور سلام يحضر في هذا الصباح وفي هذا المهرجان ليقدم تحدياته من خلال هذا الاندفاع الكبير مع السيارة، مع الفوز، مع الانتصار. مشكور سلام، سلام يا مشكور سلام، يسجل هذه النقطة الصباحية، يسجل هذه النقطة الذهبية مع هذا الشعار تهانينا والناموس لحمد بن مبارك بضعيف النابت على فوز مشكور وانتزاعه ناموس هذا الشوط وسيارة هذا الشوط. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار بينما المركز الثاني من وصل مشاكل لأحمد بن سعيد بن منان الكتبي. المركز الثالث مشاهدين الكرام كان الوصول من شايب لسالم بن محمد بن مطر بالضبيعة الكتبي. المركز الرابع كان من نصيب أشقر لسالم بن علي بن سعيد الدرعي. والمركز الخامس كان هناك أيضا دخول جماعي مع الأسماء في اللحظات الأخيرة، ولكن نهني راعي مشكور الفوز والانتصار وانتزاعه سيارة هذا الشوط. تهانينا والناموس لحمد بن مبارك بضعيف النابت المري على فوز مشكور ولحظة الإعادة في ملخص شوطنا الماضي والقدوم المميز ولحظة الاحتفال أيضا مع الفوز والانتصار من خلال انطلاقة مشكور. الله 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 الله، مشكور يا مخرجنا على اللمسات الجميلة. التوقيت الزمني لحظة وصول مشكور إلى خط النهاية قاطع مسافة الأربعة كيلومتر في 5 دقائق 58 ثانية جزءا واحدا من الثانية. تهانينا لحمد بن مبارك بضعيف النابت المري على فوز مشكور وانتزاعه ناموس هذا الشوط وسيارة هذا الشوط في هذا المهرجان. بينما المركز الثاني شعار بن منانة كان حاضرا مع مشاكل في 6 دقائق وثانية 41 جزء من الثانية. تهانينا لأحمد بن سعيد بن منانة الكتبي على فوز مشاكل بالمركز الثاني. ثالث المراكز شايب وتوقيت 6 دقائق 2:89 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لسالم بن محمد بن مطر بالضبيعة الكتبي على فوز شايب بالمركز الثالث. والمركز الخامس مشاهدين الكرام كان شعار حمد بن نوار بن دخيل العتيبي مع لهب. تهانينا والناموس لكم.